أقامت إدارة الصحة المدرسية محاضرة توعوية للأطباء والهيئات التمريضية العاملة في المدارس الحكومية والصحة المدرسية للتعريف بفيروس كورونا ومخاطره وطرق الوقاية منه. المحاضرة تأتي في إطار حرص وزارة الصحة بتوعية المواطنين والمقيمين بهذا الفيروس الذي أصاب ما يقارب 500 شخص حول العالم، توفي منهم أكثر من 140 حالة. انطلاقا من حرصها على توعية المواطنين والمقيمين بفيروس كورونا ومخاطره وطرق الوقاية منه، أعلنت وزارة الصحة أنها وضعت خطتها لنشر التوعية حول المرض، تهدف للوصول إلى جميع شرائح المجتمع وتوعيتهم لمنع انتشار المرض والحد من الإصابة به. وفي هذا الإطار أقامت الوزارة ممثلة بإدارة الصحة المدرسية محاضرة توعوية للهيئة التمريضية العاملة في المدارس الحكومية والأطباء في الصحة المدرسية والهيئة التمريضية العاملة في مراكز الصحة المدرسية. ركزنا فيها على أن يعرف الهيئة التمريضية كيفية التعرف على أعراض مبكرة للمرض في الحالات لا قدر الله، وأيضا في طرق الوقاية اللي هي سهلة وبسيطة لمكافحة هذا المرض، مثل غسل اليدين والنظافة الشخصية والتوازن الغذائي والاعتدال في النشاط البدني. وأيضا نبهنا على الهيئة التمريضية أن تنقل هذه المعلومات المهمة لجميع الطلبة في المدارس لديهم ولجميع العاملين في المجتمع المدرسي لزيادة الوعي عن هذا الفيروس. المحاضرة شملت الحديث عن أهم الطرق للوقاية من المرض وطريقة التعامل مع المرضى المصابين به. طبعا التركيز في الأمراض التنفسية بالذات على موضوع مخالطة المريض وكيفية الوقاية من مخالطة المريض وكيفية الوقاية من العدوى بطرق بمعرفة طرق النقل. المرض بينتقل أيضا عن طريق الرذاذ أو عن طريق الاتصال المباشر مع المريض، وفي بعض الأحوال بينتقل عن طريق مخالطة الحيوانات. وأيضا من طرق الوقاية هي ضرورة تجنب ملامسة الحيوانات بقدر الإمكان، وغسيل الأيدي عند ملامسة الحيوانات أو عند الاقتراب من مريض. فيروس كورونا الجديد، ما هو كورونا؟ وزارة الصحة قامت أيضا بإعداد مادة فيلمية تتحدث عن هذا الفيروس وطرق الوقاية منه، وتشير التقارير العلمية إلى أن المرض الذي انتشر في 15 دولة حول العالم يعد أحد الأمراض الخطيرة التي تصيب الإنسان، وأنه تسبب في وفاة 28% من المصابين به حول العالم. وتفيد آخر الإحصائيات أن ما يقارب 500 حالة أصيبوا بهذا المرض حول العالم، توفي منهم أكثر من 140، غالبيتهم في المملكة العربية السعودية التي اكتشف فيها المرض أول مرة. المزيد عن هذا الفيروس، كيف ينتقل فيروس كورونا الجديد؟ يعتقد أنه ينتقل مثل فيروسات كورونا الأخرى وفيروسات الإنفلونزا.